متابعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. كشفت شيفروليه رسميا عن سيلفرادو 2019 الجديدة كليا في معرض ديترويت للسيارات 2018. وقد تخلت سيلفرادو 2019 عن شكلها التقليدي لتحظى بتصميم جريء من شأنه مساعدتها في التفوق على جميع منافسيها، وواجهاتها الأمامية أصبحت متطورة، كما أنه مع حصول أكبر تغييراتها في الخلف يتبنى الموديل جسدا جديدا. وستتوفر سيلفرادو 2019 بثماني نسخ مختلفة، بينها سيلفرادو تريل بوس ال تي الموجهة للطرق الوعرة، ونسخة ار اس تي الموجهة للأداء وهي تحظى بإضاءة ال اي دي وجنوط 22 انش. المقصورة الجديدة لم تحظى بتغييرات جذرية مقارنة بالسابق نظرا للإعجاب الشديد الذي حظت به، وهي الآن أكثر اتساعا بقدر 3 إنش بنسخة الغمارتين، كما أن مساحة التخزين أصبحت أكثر اتساعا خلف الصف الثاني للمقاعد مع توافر نظام تشغيل إيقاف. سيلفرادو الجديدة أصبحت أطول من السابق بقدر 1.7 إنش، وقاعدة عجلاتها أكبر بقدر 3.9 إنش، كما أن وزنها أخف بقدر 204 كيلوغرامات بسبب استخدام المواد خفيفة الوزن بها مثل الألومنيوم، كما أن الإطار بات فولاذياً أكثر صلابة من السابق بنسبة 10%، ونظام التعليق الهوائي مدمج بالكربون. ستتاح سيلفرادو 2019 بجير أوتوماتيكي بعشر سرعات مع ست محركات تتضمن 5.3 و 6.2 لتر ثمانية سلندر، كلاهما يحظيان بنظام إدارة ديناميكي للوقود بإمكانه تعطيل حتى 7 سلندر لرفع كفاءة استهلاك الوقود، كما سيكون هنالك دورا ماكس تيربو ديزل 3 لتر 6 سلندر تدعي جنرال موتورز أنه سيكون الأفضل في فئته. ما رأيك بالشكل الجديد لسيلفرادو؟ شاركنا بالتعليق.